اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو ساتحدث عن مقابلة خليل ابراهيم جيهان مع الاعلامية سينام ايدين، حيث في هذا الجزء يتحدث فيه عن سبب التزامه بكل عقوده لاخر لحظة. المهم قال: اود ان اقول ذلك لان هناك العشرات من الناس يكونون تحت مسؤوليتك في هذا النوع من العمل، يكون لديهم مجهودات مبذولة في مقابل تلك المجهودات، يجب أن نراعي كل فرد فيهم بمعاملتنا وبانضباطنا في عملنا. إن مجالنا هذا صناعة تعمل خلفنا ونحن نعلم ذلك، وأموال مهولة تصرف وتستثمر في هذا المجال. لذلك انضباطي والتزامي أن أفعل أفضل ما لدي هذا من واجبي اتجاه هذا المجال. يعني أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان يرى أن وراء هذا المجال العديد من الأشخاص وأنهم يبذلون الكثير يعني من المجهودات، ويجب أن تقابل بالانضباط والرعاية، وأيضا خلف عملهم صناعة كبيرة واستثمارات هائلة، لهذا يجب عليه أن يكون منضبطا ويعطي أفضل ما عنده، وهذا بمثابة واجب اتجاه ذلك المجال والصناعة. كما أيضا أصدقائي، تحدث خليل إبراهيم جيهان عن شغفه في التمثيل وأنه كان سيكون ممثلا بكل الأحوال وبأي طريقة، لكن رغم ثقة أهله فيه ودعمهم له في أي قرار وفعل يفعله، فهو نشأ في بيئة ترى أن الوظيفة المرموقة ذات العائد الثابت تضمن للإنسان حياة مضمونة، فدفعوه كعائلة بمجهود كبير ليصل في طريق تعليمه لمكانة جيدة، جعله ذلك يأخذ على عاتقه تحقيق حلمهم فيه. رغم أنهم أعطوه الحرية، لكن هو ألزم نفسه بتحقيق حلمهم مع تحقيق حلمه الخاص، وهذا سبب تأخره في الوصول إلى مجال الفن. المهم أصدقائي، سوف أقول لكم ما قال خليل إبراهيم جيهان بالضبط. المهم، المذيعة قالت له: أنت خريج كلية الهندسة، ماذا كنت تود أن تكون إن لم تكن ممثلا؟ قال لها خليل إبراهيم جيهان: كنت سأود أن أكون ممثلا. فقالت له المذيعة: أي أنك تقول أنا كنت سأكون ممثلا وستحقق ذلك بأي طريقة؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان: تلك كانت رغبتي عندما كنت أدرس، لقد ولدت ونشأت في سيفاس. عندما تنشأ يعني في بيئة مثل تلك، فكل أفراد عائلتك والأقارب وإلى آخره كلهم يفكرون بطريقة تتلائم مع تلك البيئة، فيعتقدون ويريدون جميعا لك وظيفة مهنية مرموقة تحصل فيها على راتب ثابت، إنهم يتعاملون معك بأسلوب، يجب أن تكون حياتك مضمونة. المهم، أجريت مع والدي محادثة، قال لي فيها: لقد حصلت على شهادة البكالوريوس، الآن تستطيع أن تفعل ما تشاء، إنني معك وخلفك، إنني أثق بك. ذلك أعطاني دعما كبيرا. لذلك دائما ما أقول أن أسرتي هي أكبر داعم لي، أعني أن لدي أسرة أي ما أعمل فيه هم راضون عليه. أنا أرى أن تمام هناك عائلة يعني تدعمك وتقول افعل ما تشاء، لكن عندما تكون لديك عائلة دعمتك بطريق تعليمك بهذا المجهود مثل تلك العائلة، يجب أن تحصد العائد وأن تجني ثمار ذلك المجهود دفعتك في هذا الطريق التعليمي، ثم بعد ذلك تقول لك فلتفعل ما تشاء، فيعطيك ذلك ثقة بالنفس، يعني ثقة مختلفة، حيث تأخذ على عاتقك أن تحقق ما تريد، ولكن أن تحقق لهم ما يشاءون أيضا كما هم يودون أن تفعل ما تشاء. ويمكن هذا يعني سبب تأخر في الوصول إلى هنا، يعني يقصد مجال الفن. كما أيضا أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان وضح أنه يبذل مجهودات كبيرة لتقوية وتدعيم أدواته، وذلك لأن التنافسية عالية بهذا المجال، ويقول أن تلك المجهودات لا تذهب سودا بل تأتي بثمارها لاحقا. المهم، الصحفية قالت له: هل تبذل مجهود كبير في هذا المجال؟ قال لها خليل إبراهيم جيهان: نعم أفعل، لأنه كما تعرفين هناك الكثيرين الذين يمتهنون ذلك العمل، فيجب أن يتم بذل مجهودات كبيرة لتقوية وتدعيم أدواتنا، وهذه المجهودات لن تضيع سودا نهائيا، تأتي المكافأة على الجهد الذي تبذله بشكل ما بعد ذلك. كما أيضا أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان نزل ستوري يشارك الفانز فيه مجموعة من الهدايا الذي قدمها له معجبوه من البرازيل وكندا والمملكة العربية السعودية من خلال محلات تسابيح للإكسسوارات الفضية. المهم، الفانز القناديا أرسلت له باقة مكتوب فيها: أحتاج إلى ملاحظة تقول إنني معجبة بك لكونك محترفا يتمتع بشخصية كاريزمية وممثل جيد، ولأنك مناضل من أجل مثلك العليا،
يمكنك الاعتماد على دعمي الغير مشروط. أتمنى لك الكثير من النجاح بمشاريعك الجديدة. والفانز أصدقائي البرازيلية قالت له: عزيزي خليل إبراهيم جيهان، كل التعابير الفنية تبهرني وتسعدني وتحب روحي وياك. أداؤك الموهوب وحديثك الجميل وغناؤك جلب لونا ونورا خاصا لحياتي، لأنه ساعدني كثيرا في اللحظة الصعبة التي مررت بها، وانتصرت عليها بشجاعة وقوة وإيمان، وأمل أن يديم الله عليك الصحة والنجاح إلى الأبد. شكرا جزيلا لك. كما أيضا أصدقائي الفانزة الموجودة في المملكة العربية السعودية قالت لها: أنت دائما نجم ساطع في سمائنا ودائما موفق في حياتك، نتمنى لك النجاح الدائم. وخليل إبراهيم جيهان أصدقائي أيضا بدوره شكر كل الفانز. المهم أصدقائي، إلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.